السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة الجمعة وبعدين رجعت أخذت غفوة شوي، كان ما طلعت غفوة. كيف المكتب من أمس؟ حوسة حوسة لا إله بها إلا الله. ورجعنا لكم من جديد، صحكم يا جماعة الخير، إن شاء الله تكونوا بخير. أول شيء لا تنسوا صلاة محمد عبد الفرصة للسلام، ولا تنسوا تقولوا الأذكار. صراحة يعني آخر فلول نزلته كان جدا ممتاز كدعما يا جماعة الخير. طبعا أنا طالب مقبل الاختبارات، تقريبا باقي أسبوع وأدخل في الاختبارات النهائية. اختبارات النهائية كان أكون معكم صديح. إلى الآن ما لميت المنهج. كيف ما لميت المنهج؟ في العربي ما خلصت جميع المناهج، الفيزياء باقي لي فصل وأنهي المنهج كله، لكن لازم مراجعة من أول وجديد، ما حتكفي مراجعة واحدة فقط. أطالب يبقى يجيب 100 يعني، ما تكفي مراجعة واحدة. يعني شايفين هذا الفلوق اللي أنا جالس أصوره حالا مش هيكون فلوق في يوم واحد فقط، لا هيكون فلوق خلال أسبوع كامل حقتصره في يوم واحد. يعني بصراحة ما أحب أصور وقت الاختبارات النهائية، لكن سبحان الله جتني كذا فكرة، قلت وأنا جالس أذاكر عيني طفشان أطلع طفشي وأشاركه مع اليوتيوب. ما أدري كيف. عموما أسيح والله، جالس أسيح يا أخي اسكت خلاص، كرسي تعب يعني. طبعا أمس سبحان الله اليوم كله كان مذاكرة إنجليش فقط، إنجليزي يعني فقط فقط. بروح أسوي نسكي فوجع. تعال معي. حلوين المطبخ نسيتها. بهذلت المطبخ، الله يعين الوالدة. أوكي جماعة الخير، كل شيء جاهز حاليا. أمس ذاكرت إنجليزي، يعني هذا الحين خلاص اليوم فيزياء. راح أفتح توقيت المذاكرة على الجهاز اللابتوب ذاكر. جنرال راح أنام شوي. لازم نذاكر ونجتهد. الخير باختصار، سيب المزح اللي صار من شوي هذا. باختصار خلصت مذاكرة الحين تقريبا ساعة، يعني ذاكرت 40 دقيقة 45 دقيقة، وخذت باخذ الحين ربع ساعة راحة. اوكي الحين راح ناخذ الاستراحة الربع ساعة هذه، تمرين ضغط تمرين بطن، يعني ما راح ياخذ شيء من وقتك يا صديقي المشاهد. 10 دقائق كثير ولا انت بتمرن زين؟ هذه التمارين يعني تنشط الدورة الدموية احسن ما ان ندخل نلعب اي شيء، فنحاول نحن راح نسويها وانتم كمان راح تسووها. اوكي يا جماعة الخير، صار الحين وقت النوم. اليوم عدى، فزي ما قلت لكم نكمل بكرة ان شاء الله. اوكي يا جماعة الخير، اليوم هو اليوم الثاني. امس خلصت اليوم بس ما قدرت اصور يوم كامل، اليوم يوم الثاني، فهكمل المذاكرة الان. هذا الصلاة على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يلا خلينا نكمل مذاكرة. بس كيفية طبعا مهم جدا جدا جدا. اوكي يا جماعة الخير، خلصت الان المذاكرة الساعة، وبعد ما خلصتها تغذيت الحمد لله ولله الحمد، صليت واخذت راحة شوي، مش ربع ساعة الراحة كانت نص ساعة، والحين داخل على ساعة، فراح ادخل الان اكمل المذاكرة. بقي تقريبا ذاكرت البيئة وذاكرت الفيزياء، باقي الانجليزي عشان اخلص يومي مذاكرتهم. راح ادخل اكمل مذاكرة انجليزي الان، وان شاء الله بعدها راح نروح النادي. يشتغل هذه الأشياء، ما أدري ليش ما أشيلها بس أحب أخليها كذا، فإتس أوكي. فيها يدي كذا طويلة. أوكي يا جماعة الخير، طبعا اليوم هو يوم الثالث على التوالي من تصوير الفيديو،
اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نكمل من دراستنا. كالعادة يعني زي ما قلت لكم إنه هذه الأيام هي أيام ما قبل الاختبارات النهائية، فهذا وضعي قبل الاختبارات النهائية. كيف كذا الحل؟ صح كذا الحل صح. شوفوا دي الحين يا جماعة الخير، شوفوا يعني عدى إلى الآن نص ساعة أو أكثر من 37 دقيقة عدت وأنا جالس أذاكر الآن، يعني باقي تقريبا 23 دقيقة عشان أخلص الوقت الساعة. فإيش اللي بسويه؟ لو بسويك الآن راح أقفل الجوال وذاكر، ولما نخلص أفتح الجوال، ما في مساحة تصوير يا جماعة الخير. أوكي يا جماعة الخير، حالاً خلصت الساعة، فإيش اللي حسويه؟ هذه معاناتي يا جماعة مع التصوير، إني أكون حاط كاميرا كذا بس أنا أذاكر بصراحة يعني. فإذا دخل واحد من العيلة شافني قال إنك ما تذاكر جالس تصور جالس تلعب، قوم سوي كذا. والله أذاكر لا قوم سوي، فلازم أقوم أسوي. كوفي جو بعدين يا جماعة الخير، طبعا هذا اليوم الثالث، لا هذا اليوم الرابع، معليش ما ابغى اطلع. طبعا درجة الحرارة 47 يا جماعة، صح ان انتم ما تنزلوا في الحر الا انا بس عادي. والله يا جماعة لانه حر مش طبيعي هنا من هذا الحين 54 درجة الحرارة. تطلع لك درجات حرارة عشوائية، إن شاء الله بعد ربع ساعة راح أوريكم كم درجة حرارة نهائية، ما متذكر، أتوقع إنها في الرينج هذا. أنا ما أدري كيف أسوق والجوال بينفجر من الحر. أوكي يا جماعة الخير، طبعًا بعد بكرة الاختبار الفيزياء، بكرة الأحد يوم السبت بكرة اختبار الفيزياء، واليوم راح أنهي فلوج لأنه خلاص هذا كل اللي صار. بحكي لكم عن سالفة صارت لي وأحتاج فيكم منكم الدعاء. هي سالفة مهمة جدا، والله يعيننا بصراحة. يعني أنا كان عندي قطوة كبيرة من سنة ونص كانت حامل، فولدت عندنا كده في البيت، احنا البيت لقيناها ولدت عندنا، جابت 4 قطاوة تمام، 2 راحوا منهم فقدناهم و2 موجودين، الاثنين الباقيين ربيناهم من سنة ونص إلى نهان وحنا نربيهم، كبروا. اللي صار أنه نخليهم طول اليوم عندنا في البيت، نأكلهم كل شيء ونطلعهم الليل يسوون اي شيء، يقضي حاجتهم، يروحوا يلعبون، ينزلون الشارع يرجعون ثاني. اليوم اللي بعد ان شاء الله نسوي كذا، ندخلهم في البيت ناكلهم، واخر الليل ننزلهم ويروحون يلعبون، يقضي حاجتهم ويرجعون كذلك سنه ونص، يعني كانهم معانا في البيت طول اليوم. يوم الجمعه امس لما نمنا وصحينا، واحد من القطاوه رجع لنا مكسور، رجع لنا جسمه اللي ورا كله مكسور وكأنه شلل من ورا، تدري انتم القطاوة اللي يمشون كذا، هو كذا جسمه مرة مكسور، دعسته سيارة ولا يأكل ولا يشرب ولا أي شيء. فأنا ما أدري إيش هيصير معاه ولا إلى متى هيظل بهذه النفسية. فاللي بي منكم يا جماعة الخير هو الدعاء، إنكم تدعوني إنه هذا القطو يصير بخير، ادعوا قولوا إن شاء الله هذا القطو يصير بخير، أنا أحتاج دعويكم جدا. القطو عاشرته، يعني له علاقة عندي، فأنا حزين عليه طبيعي، يعني إنه علاقتي معها عاطفية. فالموضوع هو إني بحتاج دعاويكم، وما راح أدعي على اللي دعسه لأنه يمكن مو بقصده، بس بقول الله يسامحه يعني كان دعسه قصدا فهو حيتعاقب من عند الله، إن دعسه مو بقصده الله يسامحه، لكن انتبهوا على هذه النبهة وحاولوا تمشوا شويش في المناطق الضيقة عشان لا تدعسون قطاوة، لا تدعسون بشر، لا تدعسون شيء، وحاولوا يكون في عندكم رفق الحيوان. بصراحة الموضوع هذا حزني، إلى الآن حزين عليه، وهو برا جسمه من ورا كله كأنه شلل، لا إله إلا الله. فأبا دعويكم فقط، دعويكم فقط، شكرا لكم وسلام.